السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طف 7 مينوت. اليوم غادي نتكلموا على موضوع جد مهم تخص كاع منشئي المحتوى. كاين الأغلبية ما عارفينش آخر تحديثات هاد 2024، فيه تحديثات كثيرة و حتى أغلب قنوات سدوا لهم حساب أدسن من الجمعة السبت والحد، واحد العدد هائل تغلق لهم حساب الأدسن. دابا غادي نذكروا الأسباب. راه ما كانش شي يوتيوب ما يمكنش سد حساب أدسن من نهار راسها بدون أسباب، ودابا غنطرقوا ديرك في الموضوع وغادي نوريكم بالدليل أنه غادي يولي عندكم في استوديو يوتيوب تحديث جديد خاص بالذكاء الاصطناعي. التحديث الجديد هو الإفصاح عن المحتوى الاصطناعي أو المعدل. غنشرح لكم. غادي يكون عندك في استوديو يوتيوب واحد نقوله زر الضغط عليه في حالة أن الفيديو ديالك فيه صور معدلة أو فيديوهات من صنع الذكاء الاصطناعي، فإلا ما ضغطتش عليها فهناك نجح عقوبات، يا إما إزالة المحتوى يا إما قفل حساب أدسن. والدليل ها ما غادي تشوفوا مركز مساعدة يوتيوب غادي تلقاو الإفصاح عن المحتوى الاصطناعي أو المعدل. نحن نشجع صناع المحتوى استخدام أدوات التعديل أو إنشاء محتوى بطريقة مبتكرة ومسؤولة. المشاهدين ما بقاوش يفرقوا واش هذا الفيديو حقيقي ولا من صنع الذكاء الصناعي. اذا ولات دابا حاليا كثروا مشاهد حقيقيه او مدينه او منطقه معينه حقيقيه، وانت كصانع محتوى دخلتي ليها تعديلات الذكاء الصناعي لدرجه ان تتبين لهم كاين حادث في هذه المنطقه، فغادي يوقع لهم ارتباك. او مثلا تجيب شخصيه مصغوره او يقدر يكون حتى منشئ محتوى اللي هو قناته كبيره، وتقدر ديرو الذكاء الصناعي كانه هو ودير فيديو انه تيهضر هكا باش تجيب مشاهدات وتزيد في الارباح. ففي هاد الحاله راه تضر القناه ديالك الى تبعتي هاد السياسه هادي، او درتي انتحال شخصيه مثلا ممثل مشهور او مغني مشهور او مهم شي شخصيه معروفه فتقول كلام ما قلتوش. في هذه الحاله فراه يوتيوب راه تيقول لك اكد لي بان هذا المحتوى اللي صوبتيه معدل بالذكاء الصناعي باش يعرفوا بالله راه داك المشهد غير حقيقي، وغادي يبان ربما غيكون تحت الفيديو مباشرة انه راه الفيديو من الاول غير حقيقي، فباش المشاهد يطمئن بلا راه تيشوف كان بحال مشهد كرتوني او مهم خيالي مهم من الاول تعرف. نقولوا مثلا ما تسوقتيش انك تعمر سميتو درتي صورة، حتى الصور تنأكد لكم حيت كاين اغلبية تيديروا قصات عرفتو دابا في مواقع التواصل الاجتماعي هضروا على الذكاء الصناعي كيفاش دير الصوره تتكلم، ولا من نص الى صوره ومن صوره الى فيديو بالذكاء الصناعي. فتطور الذكاء الصناعي وصل لدرجه ان المشهد يبدو لك حقيقي جدا، فانت الى ما اكدتيش افصاح عن المحتوى الاصطناعي ففي هذه الحاله فغادي تكون هناك عقوبه، وبطبيعة الحال غادي يمشي لك حساب الأدسنس ديالك. اذا غادي نكملوا في هذا المنطلق. نجبر علينا كصناع المحتوى بالإفصاح عن المحتوى الذي تم تعديله بشكل كبير، او يعني من هنا حاولوا ما امكن تفادوا الذكاء الصناعي تعتمدوا عليه من الاول حتى الاخر، ربما تعاونوا به الصوره المصغره ولكن ماشي لدرجه ان يكون كل شيء خيالي. حاولوا الفيديو يكون حقيقي بطريقه اصطناعيه اذا كان يبدو واقعيا، حيث يجب الافصاح عن المحتوى الذي يظهر فيه شخص حقيقي
يبدو كأنه يقول كلام لم يقله، أو ينفذ نشاطا لم ينفذه فعلا، فهذا راه تضر هذيك الشخصية الحقيقية. يتضمن لقطات معدلة لحدث أو مكان حقيقيين، يعني كاين شي لقطات اللي تكونوا فعلا حقيقيين ولكن تدرتي لهم التعديل حتى لدرجة غادي يوقع الضجة. دابا يوتيوب تتحاول تفادى المشاكل مع دولة معينة أو منطقة معينة أو حدث معين. يتضمن مشهد يبدو حقيقيا ولكن لم يحدث فعلا، إذا كاين مشاهد اللي أصلا موقعات، بحال مثلا تقول زلزال فيضان، ولكن المشهد الى شفتي راه اكد انه حقيقي ولكن ليس حقيقيا، فهذه الحاله يجب الافصاح عن ذلك. قد يشمل ذلك المحتوى الذي تم تعديله او انشاؤه كليا او جزئيا باستخدام ادوات الانشاء او تعديل الاصوات او فيديوهات او صور. واحد النقطة، راه كاين الناس اللي مشاو لهم قناتهم يوتيوب تم إيقاف الربح في قناة يوتيوب بسبب التعليق الصوتي الخاص بالذكاء الاصطناعي. حتى الذكاء الاصطناعي ذكرت في الأول الصور والفيديوهات، ولكن حتى التعليق الصوتي ما استهنوش به، لأن ما عدا أنه الناس اللي داروا انتهاكات أخرى، فالتعديل الصوتي اللي خاص بالذكاء الصناعي حتى هو تدخل تفتح عن انه معدل الصوت ماشي ديالي. ما تنهضروش على مثلا فيلتر فاش دير اضاءه ولا فاش دير زياده الالوان في الفيديو عادي وحقيقي، لا تنهضروا على انه معدل جزئيا او كليا معتمد على الذكاء الصناعي بشكل كلي او جزئي، يعني يبدو حقيقي كان. وعلاش تهضروا؟ ماشي ضروري ان تنهضروا على شخصيه حقيقيه مشهوره، ربما شخصيه عاديه مثلا طفل ولا رجل امراه، ولكن تيدير شي حركات اللي هي لا ما تتقبلهاش العقل، وتشوفوا انسان حقيقي ولكن راك في هذه الحالات تسمو من مشاهد المخادعه، وهذا راه واحد من نوع الانتهاكات السياسات المنتدى وارشادات اليوتيوب، فتؤدي الى اغلاق القناه او ايقاف الربح. بامكان استخدام تصنيف محتوى معدل، يعني غادي يكون ما قلت لكم غادي يكون زر خاص به في استوديو يوتيوب. بامكان الصناع الذين يستخدمون استوديو يوتيوب على اجهزه الكمبيوتر اعتماد تصنيف محتوى معدل. اذا ردوا البال، اذا كان عندكم غير تليفون فقط فضروري تخدموا جوجل كروم باش تصنفوا الفيديو ديالكم انه معدل بالذكاء الصناعي. والافصاح عن محتوى تم تعديله بشكل كبير او انشاؤه بطريقة اصطناعية، وسيتيح هذا التصنيف في المستقبل على المزيد من اجهزة. سيضاف هذا التعديل في صندوق الوصف ديال الفيديو، ومن بعد غادي يدخلوه في الأجهزة اللوحية بحال طابلات تليفونات، يعني حاليا غيكون في الحاسوب تيديو يوتيوب في الحاسوب، ومن بعد عاد الأجهزة الأخرى في المستقبل. ولكن أؤكد لكم بأنه راه كنوع من تتلعب بالنار، بحال عقلتو ديك المرة فاش تكون فيديو أنك صنفتيه غير مخصص للأطفال، فيوتيوب من بعد ما تتراجعو تدوز واحد المدة 24 ساعة ولا حتى أقل من ساعة على حسب، وتترد الفيديو مخصص للأطفال، وتتلقاو البلاصة التعليقات أنها محذوفة ما تتقدرش تحكم فيها. فهاد الحالة أنك تتكون اخترقتي سياسة اليوتيوب، خصوصا أن قناة خاصة بالكبار، فهاد الحالة تضطر أنك تحذف الفيديو لأنه درتي ملتزمتيش بالتصنيف اللي عطاتك يوتيوب. فهاد الحالة نفس غادي يكون في الذكاء الصناعي، ولا ما طبقتيش هاد الافتتاح عن محتوى ما اكدتيش عليه، فهاد الحالة كما قلت لكم سابقا عندك جوج حوايج، يا اما حذف الفيديو يا اما اغلاق حساب الادسنس. و
اتمنى ان الفيديو يكون مفيد. غادي نعطيكم في بعد قليل الانتهاكات اللي هي معروفه، كاين اللي ما عرفهاش ما مسوقت ليها، ولكن خصكم تبداو ديما تقلبوا على الجديد. اشنو هما التحديثات؟ لان دابا من تيكون شي جديد في المونتاج ولا هكا ما تكونوش عارفين الاخطاء اللي تنديروها، بحال العلامه المائيه، بحال كاينه سياسات السورس، هو تيقول لك ما من قيود، ولكن ملي تسمعوا لك سياسات السورس فترجع لك القناه في المراجعه. هذا نوع من انواع كيف ما تنقولوا مصياده. عندنا الصوت اللي تيبان في ما تسمعش، واخا خفيف في اللايفات وفي تصوير الفيديو، فيه مثلا صوت القران ولا دعاء، كلهم تكون فيهم حقوق الطبع والنشر. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو. اذا اي صانع محتوى يبدا يراجع سياسات يوتيوب والتحديثات الجديده، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.